انتوا عم تسمعوا راديو اوريان. راديو اوريان. محبي الرياضة وكرة القدم، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بحلقة جديدة من برنامج قلب المونديال. راح أكون معكم أنا وسيم الأحمد على هوا راديو أورينت، وراح يشاركني معا عمر في تحليل واستعراض كل المباريات وأهم الأحداث اللي عم تصير بالبرازيل أرض كرة القدم. مساء الخير معنا. مساء الخير وسيم، ومساء الخير لمستمعي راديو أورينت وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج قلب المونديال، وإن شاء الله اليوم حلقتنا راح نحكي فيها أخبار عديدة ومتنوعة عن كل شيء بيصير في البرازيل. بس قبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا نستعرض أبرز العناوين. تفاوت في متابعة كأس العالم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. ولويس سواريز يقود أوروغواي لفوز دراماتيكي على إنجلترا. كولومبيا تتأهل إلى ثمن نهائي المونديال بفوزها على ساحل العاج، وتعادل اليابان واليونان سلبيا. وإيطاليا تواجه كوستاريكا ومباراة صعبة لفرنسا أمام سويسرا. أهلا وسهلا فيكم مستمعي راديو أورينت من جديد. بحب أذكركم بصفحة برنامج قلب المونديال على الفيسبوك، اللي بتقدروا من خلالها اتبعوا كل النتائج وآخر الأخبار الخاصة بكأس العالم أول بأول. إذن تفاوت الاهتمام لدى أهالي مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن حول متابعة كأس العالم، حين قال البعض أن الأحداث تجري في سوريا تستحوذ كل اهتمامهم وأنهم لا يتابعون المونديال، بينما يتابع البعض الآخر مجريات هذه البطولة الكروية باعتبار حدث عالمي يأتي كل 4 سنوات. خلينا نسمع استطلاع الرأي من داخل المخيم. المخيم باج بالفوضى، دعاية تلاقي الناس بس حد يجيب جول الفريقين تلاقي صوت عالي، تلاقي مجتمعين مكان معين فيه وشاشة كبيرة وعم يتفرجوا. الناس الفاضية بتحضر كأس العالم، في ناس يعني ملاش فاضي، يعني شو احنا وين وناس وين؟ والله في شاشات عرض نفوت نقعد بيها ونحضر المباريات. مشجع اسبانيا على الاخبار، بس عم بحضر الاخبار الاوضاع بسوريا فقط لا غير. المنتخب الالماني يعني تقريبا هي احسن شيء، افضل شيء لحد الان بالكاس العالم كله، وبتيجي بعدها هولندا. اتوقع النهائيات تكون بيناتها يعني بين هولندا والمانيا. أجواء عادية يعني، مش هذيك الأجواء، لأن العالم مهتم بالأحداث اللي بسوريا أكثر من المونديال. ما فيش هذيك الإمكانية إنه نأخذ الكرت تبع القناة البين سبورت. في متابعة بس شوي قليلة، لأن مش بسبب الأوضاع هاي اللي عم تصير بالبلد، قليلة شوي المتابعة. مشاهدة منيحة يعني كويسة، وعم يفتحوا هنا محلات بيحطوا شاشات كبيرة وأكل وشاي وكل شيء، بتفرجوا عليهم متابعينها منيح. بشجع ألمانيا، والله لعبها جيد، والله أجواها يعني أجواها بسوريا أحسن من الزعتري. الزعتري يعني ضيوف عنده، هو نحن جايين ضيوف بس. هولندا تقريبا لحد أسا هو منتخب متماسك ولعبه حلو. عندنا مقهى منفوت منحضر المباراة اللي بدنا إياها مبلغ معين، يعني دينار على المباراة. إذن هيك كانت أجواء متابعة المونديال داخل مخيم الزعتري. كرة القدم تستحوذ على كثير من المشاهدات لدى المتابعين ومحبي الرياضة. خلينا ننتقل مستمعينا لمباراة القمة ليوم مبارح، كانت ما بين إنجلترا وأورغواي، ورح نسمع هالتقرير يلي بيلخص أحداث هاللقاء. مباراة العودة للويس سواريز قمة أوروبية لاتينية من أعلى مستوى بين إنجلترا وأورغواي. بدأها منتخب الأسود الثلاثة بتحركات سريعة من دانيال ستوريج ورحيم ستيرلينغ في الحصة الأولى للقاء، لكن دون خطورة تذكر. بعد ذلك تبادل الفريقان الهجمات طوال فترات اللعب.
أغلى الفرص السانحة للتسجيل كانت لكريستيان رودريغيز من تسديدة صاروخية على أعتاب منطقة الجزاء، لكن كرته مرت فوق مرمى جو هارت بقليل، ورأسية النجم وايروني اصطدمت بالعارضة إلى أن جاءت الدقيقة 39 عندما تمكن الثنائي إديسون كافاني وسواريز من فك شفرة الدفاع الإنجليزي بكرة تدرس على رأس نجم ليفربول أسكنها في الشباك. في الشوط الثاني سعى الإنجليزي إلى تعديل الكفة، في حين بحث أبناء أوسكار تاباريز عن تعزيز التقدم والاطمئنان على نتيجة المباراة. وبعد مجهود كبير من الظهير الأيمن جلين جونسون وتمريرة عرضية وصلت إلى أقدام روني وضعها بسهولة في شباك موسليرا في الدقيقة 75، هذا الهدف أشعل الربع ساعة الأخيرة من المباراة إلى أن تمكن سواريز من وضع بصمته مرة أخرى بعد تلقيه كرة طويلة صوبها في المرمى ليعلن الفوز الأول للاستيليستي في مونديال البرازيل. إذن ظهور أول لنجم هجوم نادي ليفربول لويس سواريز في مونديال البرازيل بعد ما غاب عن مباراة الافتتاح يلي خسر منتخب بلاده أمام كوستاريكا 3-1. تسجيله لهدفين مثل فريق كبير منتخب إنجلترا، وسواريز مثل ما الكل بيعرف محترف بليفربول الإنجليزي، لكن غيابه عن المباراة الأولى كان بسبب الإصابة والعمل الجراحي بركبته قبل فترة قصيرة. مجهود كتير كبير للاعب، الطاقم الطبي والبدني والفني للاسيليستي. وإذن أول 3 نقاط لأورغواي بالمونديال، يعني اختلف الأداء عن مواجهة كوستاريكا مع أنه كان في غياب الاثنين من أهم لاعبي السماوي وهني لوغانو وماكسيميليانو بيريرا، بس للمباراة الثانية إنجلترا بتقدم أداء جيد وبتخسر، ما بنعرف هل هو قلة حظ أو قلة خبرة من لاعبين إنجلترا الشباب. بهالمباراة عاد روي هودسون نجم الهجوم وين روني لمركزه الأصلي اللي تعود يلعب فيه غالبا، لذلك ظهر الجولدن بوي بأكثر من فرصة خطيرة، لكن سوء الطالع حرم روني والإنجليز من عدة أهداف كان ممكن تغير من مجريات اللعب والنتيجة. صحيفة الديلي ميل البريطانية ذكرت بأنه الدفاع الإنجليزي ما كان قادر على أنه يتحمل ضغط المباراة وكان متراخي جدا وخائف، وعلى إنجلترا اليوم أن تصبح أول فريق في تاريخ كأس العالم يتأهل إلى الدور الثاني بعد خسارته لأول مبارتين. وسيم الحديث يمكن عن معجزة كروية إذا نجحت إنجلترا بسيناريو صعب جدا، ويمكن مشجعين إنجليز بتمنوا هالشي يصير، لكن على أرض الواقع صعب صعب صعب، ما بدنا نقول مستحيل لكن كتير صعب. صحيح، أمال جدا ضئيلة للمنتخب الإنجليزي أنه يتأهل للدور الثاني في ظل وجود إيطاليا عندها 3 نقاط اليوم بتواجه كوستاريكا، وكمان أورغواي عندها 3 نقاط ورح تواجه في المباراة الأخيرة إيطاليا. صحيح وسيم، وصحيفة The Guardian كتبت 4 أعوام من التحضير والالتزام وكل هذا الانتظار لحدث بهذا الحجم ليصبح مصير كأس العالم بالنسبة لإنجلترا مرتبطا ببضع ساعات من الترقب الدراماتيكي. صحيح معنا، وأنا بشوف أنه هالسيناريو رح يكون أقرب للاستحالة، فإقصاء المنتخب الإنجليزي بيتطلب تعادل ما بين إيطاليا وكوستاريكا اليوم، أما التأهل فهو مرهون بخسارة كوستاريكا بالدرجة الأولى بمواجهة هذا المساء أمام إيطاليا، وطبعا بانتظار الجولة الأخيرة. أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لم أكن أحلم بهذه النتيجة، لقد فزنا وأكدنا قدرتنا على التغلب على فريق أوروبي وهو ما لم نفعله منذ فترة طويلة. يمكن وجود البطولة بالبرازيل ساعد شوي منتخب أوروغواي أنه يحقق الانتصار، طبعا لاحظنا على المدرجات 30,000 مشجع إجوا من الأوروغواي للبرازيل. يعني إجمالا وسيم، منتخبات اللاتينية ومنتخبات تحديدا قارة أمريكا الجنوبية عم تتألق، وهالشي مش مستغرب لأن البطولة تقام ببلد ليس بعيد عنا من ضمن الطبيعة المناخ، متعودين حتى مباريات التصفيات على مدار التاريخ، تصفيات كأس العالم وبطولات كوبا أمريكا دائما كانوا بيلعبوا في البرازيل، لذلك هن يمكن أكثر جاهزية من المنتخبات الأخرى على المناخ وطبيعة الحياة. وهالشي بيعلق أحد متابعين صفحة برنامج قلب المونديال على الفيسبوك بمثل حلو بشغلة ظريفة وحلوة، بيقول إنه القط بحارته أسد، تعقيبا على صحيح. تألق منتخبات أمريكا اللاتينية بتشيلي والأوروغواي
والأرجنتين وإن كانت بأداء غير مقنع لكنها فازت في المباراة الأولى مبارح. كمان كولومبيا ضربت بقوة وواصلت تفوقها. إذا مشوار ناجح لغاية الآن لمنتخبات أمريكا اللاتينية وتحديدا الجنوبية. وكمان ملاحظ معا أنه ستيفن جيرارد قائد المنتخب الإنجليزي كان أداؤه جدا متدهور، والمدرب روي هودسون ما أشرك فرانك لامبارد بهالمباراة، يعني لا أول مباراة ولا ثاني مباراة بيشترك بيلعب فيها فرانك لامبارد نجم تشيلسي. نعم وسيم، أسهم النقد توجه وبشدة للمدرب روي هودسون يلي في عليه كلام كتير كبير بسبب إصراره على نفس التشكيلة. صحيح قدمت أداء جيد في المباراتين، وللأمانة يمكن إنجلترا ما كانت محظوظة مبارح وخاصة في فرص وين روني، كذلك الحال بعدم إشراكه اللاعب صاحب الخبرة فرانك لامبارد وإدارته للمباراة البعض لاموا فيها. أيضا خط الدفاع لم يكن في المستوى، خاصة مدافع جاكي إلكا خطأ كارثي بالهدف الأول، يعني مدافع مبتدئ ناشئ ما بيعمل غلطة وسيم. صحيح، وكمان الهدف الثاني إجا من تمريرة طويلة من الحارس موسيليرا إلى أقدام لويس سواريز وبالمرمى. شفنا غلط كلاسيكي بمدافعي منتخب انجلترا، الاربعه كانوا بيلعبوا على خط واحد، ما في واحد يكون بدور الليبرو اللي يغطي على اخطاء زملائه. خطا بديهي جدا بعلمول اللاعبين من سن صغر، يعني من فتره تكوينهم ومرحله اساسيات كره القدم، اساسيات ومرحله النشاه لاي لاعب، عدم اللعب على خط واحد للمدافعين. إذن تاني خسارة لمنتخب إنجلترا بالمونديال، بينتظر مباراته الأخيرة أمام كوستاريكا. وخلينا هلأ معا ننتقل نحكي عن مباراة كولومبيا وساحل العاج. هاللقاء انتهى بفوز كولومبيا بهدفين لهدف، وكان عنوانه فض شراكة الصدارة، صدارة المجموعة الثالثة بين الفريقين. إذن تأهلت كولومبيا للدور الثاني للمونديال بعد تعادل سلبي ما بين الفريقين الأضعف في المجموعة، هن اليابان واليونان. المنتخب اللاتيني لعب بطريقة سريعة وأداء سلس، بالمقابل واجه صمود من لاعبي ساحل العاج يلي كان سبب ببقاء التعادل السلبي، مسيطر على اللقاء حتى الثلث الأخير من عمر المباراة يلي شهد تسجيل هدفين من أبناء خوسيه لويس بيكرمان، افتتحهم جيمس رودريغيز بالدقيقة 64، ومن بعدها أضاف إخوان كونترو الهدف الثاني في الدقيقة 70، وأتى رد الأفيال متأخر بهدف جميل من جيرفينيو لاعب روما الإيطالي، كما أضاع سلمون كالو فرصة سهلة كانت كفيلة بتعادل لمنتخب بلاده. صحيح، مع أن مدرب منتخب ساحل العاج صبري اللاموشي زج بتوليفة منسجمة، ولكن منتخب كولومبيا كان يمكن عم يلعب على أرضه بالبرازيل نقدر نقول. أكيد وسيم، وبصراحة منتخب كولومبيا مجتهد جدا منذ أن تولى تحديدا قيادته المدرب الأرجنتيني الخبير خوسيه لويس بيكرمان، واللي ما كان محظوظ مع الأرجنتين بمونديال 2006، وللأمانة يمكن وقتها غلط في مباراة اليابان والألمانية عفوا وإخراج ريكلمي. على أي حال خوسيه لويس بيكرمان مدرب متألق بتاريخه، أحرز كأس العالم للشباب مع الأرجنتين بأكثر من مناسبة، وهالشي عم بيبين مع منتخب كولومبيا أداء المنتخب تحسن كثيرا تحت إشراف بيكرمان، بصماته واضحة، عمل شخصية للفريق حتى بغياب أبرز النجوم والهداف العالمي راديميل فالكاو، الفريق لم يتأثر يلعب بشكل جماعي. شفناه مبارح في تركيز عالي، المباراة تجاوز الدقيقة 60 ومع ذلك كانت نتيجة 0-0، والفريق حاضر ما استعجل بالتسجيل، استنى أخطاء الفريق المنافس اللي هو ساحل العاج وقدر يستثمر هدفين سريعين. صحيح، حقق الأهم 6 نقاط بمباراتين وتأهل للدور الثاني. فجر اليوم الجمعة كان لقاء الجريحين اليونان واليابان وانتهى بتعادل أبيض دون أهداف. الكمبيوتر الياباني كان أفضل معظم فترات المباراة من الإغريق وضيع عدة فرص بسبب الضغط النفسي والرعونة من اللاعبين. يعني المدرب الإيطالي لمنتخب اليابان زاكيروني بيملك أسماء قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، ولكن ما شفنا هالشي بأول مبارتين. بس على العموم المنتخب اليوناني لعب بشكل أفضل من مباراته الأولى أمام كولومبيا. ورح ننتقل هلا لنحكي عن مباريات اليوم. فكوستاريكا يلي حققت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على أوروغواي عن جدارة واستحقاق، مسجلة 3 أهداف للمرة الأولى بتاريخ مشاركاتها في كأس العالم. وبالمناسبة تصوروا أنه لغاية الآن متصدر هالمجموعة هو منتخب كوستاريكا، مجموعة بتضم إنجلترا أوروغواي وإيطاليا بطلة العالم 4 مرات، المتصدر كوستاريكا. إذن كوستاريكا راح تواجه إيطاليا في الجولة الثانية، الأزوري مؤخرا عم يميل إلى الهجوم،
وسجل هدف على الأقل في مبارياته الخمستاش الأخيرة في نهائيات كأس العالم، لكن دون أن يتخلى عن واقعيته وتماسكه الدفاعي الصلب والمتماسك. أفاد التقارير بأن المدافع المخضرم صاحب 33 سنة بارزالي عانى كثير من مشاكل في وتر العرقوب على مدار الموسم المنقضي، وبعد مشاركته لمدة 90 دقيقة في اللقاء الافتتاحي لكأس العالم ضد المنتخب الإنجليزي عاودته نفس الآلام يلي أبعدته عن تدريبات آخر يومين، ما سيجعل المدرب برانديل يقحم مدافع اليوفي الآخر بونوتشي في التشكيلة الأساسية لا يرافق كيليني في قلب الدفاع، كيليني المشاكس المشاغب. المدافع الصلب أيضا كليني هو واحد من أفضل 3 مدافعين في العالم بمركزه. على أي حال، الخبر السار لعشاق منتخب إيطاليا لاتزوري يكمن في عودة حارس المرمى جان لويجي بوفون يلي بالتدريبات بشكل كامل بعد ما تعافى من الإصابة في الكاحل حرمته من المشاركة أمام إنجلترا في المباراة الأولى بافتتاح مبارياته، وخاض بدل منه هذيك المباراة سيريخيو حارس مرمى باريس سان جيرمان، وبصراحة أبدع فيها وما حسسنا ولا أشعرنا أنه هناك خلل بالأداء وكان خير معوض لبوفون، وكل المؤشرات تفيد بأن بوفون على الأرجح سيكون الحارس الأساسي أمام كوستاريكا، وفي حال مشاركته فإنه رح يعادر رقم الألماني ماتايوس والمكسيكي كارباخال بمشاركته بخمس نسخ سابقة من كأس العالم. أما المدرب برانديلي فعم يدرس إمكانية الدفع بأباتي لتعويض غياب ديتشيلو اللي ما تعافى من إصابته حتى هلأ، فيما أنه ثالث المستجدات فرح تتمثل بالدفع بتياغو موتا أساسي بدل من ماركو فيراتي اللي عانى من إرهاق. صحيح، وسيم ماركو فيراتي لاعب صغير في السن، هو فقط 20 سنة وشفناه عم بتألق مع باريس سان جيرمان وهو عمود أساسي هناك في فرنسا وفي باريس مع المدرب لوران بلان، لذلك هو لاعب صغير وعضلاته يمكن لسه مو مكتملة. تياغو موتا لاعب ناضج صاحب خبرة ومشاركات دولية أكثر وأيضا مرتاح أكثر، هو صح زميله في باريس سان جيرمان لكن ما عليه نفس الإرهاق يلي بفيراتي شفناه أساسي أكثر مع إيطاليا، لذلك تياغو موتا مرتاح ولاعب تكتيكي ممتاز جدا شفناه في المباراة الأولى أمام إنجلترا، مثل ما حكينا لاعب هدأ الإيقاع قتل الهجمات عند الإنجليز وكان أحد الأسباب بالشوط الثاني اللي حسمت الفوز لإيطاليا. إذن الحافلة منتخب إيطاليا وصلت قبل ربع ساعة على ملعب المباراة، رح ننتظر التشكيلة النهائية اللي رح تصدر قبل المباراة بحوالي 40 دقيقة. وفي ثاني لقاءات الليلة مواجهة الجيران فرنسا وسويسرا ضمن المجموعة الخامسة. كلا المنتخبين حقق الفوز في الجولة الأولى حيث سحقت فرنسا منافستها الهندوراس بثلاثية نظيفة، وقلبت سويسرا تخلفها أمام الإكوادور إلى انتصار بالدقائق الأخيرة 2-1. راح يسعى الفريقين إلى الخروج بأقل الأضرار إن لم يكن الفوز لتأكيد الانطلاقة القوية في النهائيات، وقطع شوط كبير نحو بلوغ الدور ثمن النهائي ومحو نكسة النسخة الأخيرة قبل 4 أعوام، وغالبا راح بتكون مباراة مفتوحة وقوية، وهالكلام تأكد من المدربين الخبير الألماني أوتمار هيتسفيلد مدرب السويسريين وديدي ديشام الفرنسي مدرب الديوكي. هيتسفيلد يلي قال إنه رح يعتزل التدريب بعد نهاية المونديال، ويا ترى وين رح بيكون مشوار هيتسفيلد مع سويسرلاند بالمونديال البرازيلي؟ على أي حال، أكد ديشام أنه يمكنه الاعتماد على أي من لاعبيه في مباراة سويسرا، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب الوسط يوهان كاباي بعد تعافيه من إصابة في الفخذ. ويبدو أن ديشان رح يعتمد التشكيلة ذاتها يلي تغلبت على هندر راوس بقيادة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما يلي سجل هدفين وكان وراء الهدف الثالث. ويمكن يجدد الثقة بمهاجم ريال سوسيداد أنطوان غريزمان للعب إلى جانب بنزيما، وذلك على حساب مهاجم أرسنال الإنجليزي أوليفي جيرو. يعني بصراحة وسيم غريزمان عمل موسم ممتاز مع ريال سوسيداد، وهالشي نقله أيضا للنجاحاته مع سوسيداد نقله للمنتخب الفرنسي، شفناه في المباراة الأولى لاعب مهم جدا فعال في المناطق الخلفية للخصوم ومؤثر جدا، ما بين أنه لاعب جديد على المنتخب ونقصته خبرة، بالعكس كان أداؤه ناضج ومتوازن. عن أداء ريال سوسيداد وريال مدريد بالدوري الإسباني كان جيد، وهالشي انعكس على اللاعبين كريم بنزيما و
غريزمان في المنتخب. غريزمان اليوم وسيم بات مطلوبا لأكبر الأندية الأوروبية تتصارع من أجل الفوز بخدمات هاللاعب الفرنسي الشاب. وأشاد قائد بطل العام عام 1998 بالمنتخب السويسري وأكد أنه هالفريق بيستحق كل الاحترام والتقدير. طبعا ديدي ديشام وأضاف أنه منافس قوي وعلينا أن نكون في أفضل صورة لنا في مواجهتهم. القوة الذهنية ستلعب دورا، كل تفاصيل مهمة. وبالطرف الآخر وصف أوتمار هيتسفيلد فرنسا بأنهم بيتمتعوا بقدرات جيدة بالهجوم وعناصر أشبه بالآلات، تحسن كبير بمستوى أداء المنتخب الفرنسي عن المونديال السابق واللي قبله. وبخصوص اللاعبين المهددين بالإيقاف بهالمباراة في حال تلقيهم كروت صفراء من الجانب السويسري، يوهان دوجور، أما عند الديوك بول بوغبا ويوهان كاباي وباتريس إيفرا كابتن المنتخب ولاعب مانشستر يونايتد. وأضاف المدرب الخبير هيتسفيلد أنه أوضح علينا أن نتحلى بالقدرة الهجومية ونتحرك سريعا من الدفاع إلى الهجوم لكي يكون لدينا فرصة للفوز. إذن مباراة فرنسا وسويسرا الساعة 10 بتوقيت دمشق، مباراة رح تكون مهمة وهي قمة المجموعة. ومكملين معكم مستمعين برنامج قلب المونديال، فينا نذكركم بصفحتنا على الفيسبوك عبر راديو أورينت في إيفنت لقلب المونديال. والله حلو المثل اللي بعته أحد متابعي الصفحة، قال القط بحارته أسد. أكيد المنتخبات الجنوب أمريكية وقت عم تلعب بأرض البرازيل راح يكون عندها القدرة إنه تتمكن أكتر وتحقق نتائج إيجابية مثل ما شفنا كولومبيا مبارح. أما آخر مباريات اللي رح نحكي عنها ضمن المجموعة الخامسة أيضا ورح تجمع الهندوراس والإكوادور، هالمنتخبين بيعرفوا بعض بشكل كتير كبير، ليش يا ترى؟ صحيح، مع المدرب الإكوادور رينالدو رويدا كان يشرف على الهندوراس في كأس العالم بجنوب أفريقيا عام 2010، بس من دون ما يحقق أي نتيجة بالمقابل، فإن مدرب الهندوراس الحالي أشرف على تدريب الإكوادور في كأس العالم عام 2006 بألمانيا وبلغ مع الدور ثمن النهائي. الإكوادور بالمباراة الأولى لعبت مباراة جيدة جدا وخسرت بالثواني الأخيرة. نتذكر كلنا أدي كان سيناريو دراماتيكي ومثير جدا، خسرت بالثواني الأخيرة أمام سويسرا، بينما الهندوراس ما شكلت أي خطورة بمباراة أمام فرنسا وخسرت بسهولة بثلاث أهداف نظيفة. وشفنا الفرصة الأولى يمكن كانت لهندوراس بدقيقة 68 وسيم قبل 20 أو 22 دقيقة من نهاية المباراة، الفرصة الأولى لمنتخب يعني مشاركة جدا هزيلة كانت بلقاء الهندوراس الأول. صدفة حلوة مشيئة الأقدار أن المدرب الحالي كان مدرب سابق له بكأس العالم 2010. مستمعينا راح نستعرض معكم سريعا آخر أخبار المونديال اللي ما بتخص المباريات. الخلافات داخل معسكر المنتخب الجزائري لكرة القدم عم تزداد، فقبل يومين من المواجهة الحاسمة ضد كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة، ذكرت تقارير إعلامية جزائرية بأن البوسني مدرب الجزائر وحيد خليل وزيتش عم يواجه ضغط رهيب من اللاعبين ومن رئيس الاتحاد الجزائري محمد درواروي منذ الخسارة من بلجيكا 2-1 بالمباراة الأولى. ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر مقرب من البعثة الجزائرية بالبرازيل أن اللاعبين كلفوا القائد مجيد بوغرة ينقل رسالة لخليل وزيتش مفادها رفض الأسلوب الدفاعي المنتهج في المباراة ضد بلجيكا. نعم وسيم، لكن للأسف هالأخبار خلينا نحكي المؤسفة أو المحزنة والله، لأنه بنتمنى أنه المنتخب يكون الأفراد كامل البعثة، مدرب، لاعبين، طاقم فني، بدني، كامل البعثة يكون في تكاتف أكتر. وأنا بشوف أنه المدرب بالأخير هو صاحب الرأي القرار. صاحب القرار أكيد لا شك، لكن هو صاحب الرأي الأفضل بحكم خبرته. وحيد خليل وزيتش مدرب لا تنقصه خبرة بمواجهة منتخبات قوية وكبيرة، شفناه صاحب سي في كتير قوي درب بفرنسا، وايضا يعني اللاعبين يمكن سيطرت عليهم نزعتهم الوطنيه انه لا بدهم يشرفوا الجزائر باداء هجومي وقوي. بالاخير نحن بنلعب كره قدم والاهم انه ناخذ نتيجه وثلاث نقاط بغض النظر. يمكن ايطاليا بلد طول عمرها بتدافع، يمكن استثناء وحيد مع برانديلي انه عم بيهجم شوي، ومع هيك عم تاخذ القاب وبتفوز. يعني بالاخير اهم شيء النتيجه وثلاث نقاط، وبنتمنى منهم انه يرجعوا يتعاضدوا اكثر مع بعضهم البعض هن والمدرب والجميع للظهور بأفضل صورة ممكنة وخطف الفوز إن شاء الله أمام الشمشون الكوري.
صحيح معنا الجزائر ممثل العرب الوحيد يعني كأس العالم كل 4 سنوات بيصير، وهي فرصة كبيرة للجزائر يعني مو كل مرة بيتأهل منتخب عربي إلى نهائيات كأس العالم، لازم يتمسكوا أكتر ليحققوا نتيجة إيجابية بآخر مبارتين لإلهم إن شاء الله. ومكملين مع إفريقيا وأخبار المنتخبات الإفريقية، حيث سادت حالة من الحزن في معسكر المنتخب الإيفواري بعد وفاة الشقيق الأصغر ليايا توري وكولو توري بعد معاناة طويلة مع المرض. وللعلم فإنه لاعب مانشستر سيتي ولاعبي مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين عرفوا بالخبر الحزين بعد مباراة كورت ديفوار أمام كولومبيا الأمس اللي خسر منتخب الأفيال بهدفين لهدف. وأخيرا أصبح المهاجم البرازيلي هالك جاهز للمباراة أمام الكاميرون ضمن المجموعة الأولى للمونديال بعد تعافيه من الإصابة العضلية اللي منعته من المشاركة أمام المكسيك. وشارك هالك نجم زينت سان بطرسبورغ الروسي في تدريبات المنتخب البرازيلي يوم أمس دون أن يعاني من أي متاعب جسدية، وأصبح جاهز للمشاركة أمام الكاميرون يوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. وسيم، بس خلينا نحكي بشكل سريع عن مباراة التعادل السلبي بين اليابان واليونان. يعني مباراة اليابان ضيعت فيها كتير فرص، كان في بعض الفرص لليونان لكن الكمبيوتر الياباني للأسف الأمس سيطر الضغط النفسي والتسرع والرعونة على لاعبيه مما أفقدهم فرصة الفوز والمنافسة في المجموعة بالرغم من خسارة ساحل العاج، لكن يبدو لي أنه هي الأقرب للتأهل رح بتكون، لأنه مباراة الأخيرة أمام منتخب اليونان وفي المقابل اليابان رح تلعب ضد كولومبيا. مستمعي راديو أورينت، وقت برنامج قلب المونديال خلص لليوم. بدي أتشكركم لحسن استماعكم، لاقونا بكرة بحلقة جديدة بنفس التوقيت لنحكي ونحلل كل جديد بمونديال البرازيل. كنت معكم بالإعداد والتقديم أنا وسيم الأحمد ومعين عمر، ودائما وأبدا مستمعي راديو أورينت وقلب المونديال لكم منا أطيب المنى.